الليلة ينتظر المصريون انفكاك نحس استمر 27 عاما، الوصول إلى نهائيات كأس العالم بشكلها الحالي بعد مشاركة يتيمة في عام 90 أصبح أقرب وأسهل من أي وقت مضى. فوز بأي نتيجة للمنتخب المصري على الكونغو سيطير بالفراعنة إلى روسيا مباشرة. آمال المصريين بدأت تتصاعد منذ يوم أمس بعد تعادل بين منافسيها في مجموعة الصعود غانا وأوغندا. مواقع التواصل الاجتماعي جميعها في مصر وحدت حديثها حول منتخب بلادها واقتراب الحلم. أكثر من 100 مليون مصري ستكون قلوبهم متجهة نحو استاد برج العرب في الإسكندرية الذي يحتضن مباراة الليلة. في مصر وعبر أكثر من هاشتاغ على تويتر أعلن مصريون تضامنهم مع منتخب بلادهم، منها المونديال يا منتخبنا وكأس العالم وحنروح كأس العالم. فنانون وعبر حساباتهم الشخصية شاركوا أيضا في هذا الحدث الرياضي المميز. وصول مصر إلى مونديال روسيا ليس حلم المصريين وحدهم، فالاهتمام بهذه المباراة تصدر عربيا وعبر أكثر من هاشتاغ على تويتر، من ضمنها المنتخب المصري الشقيق وكأس العالم وإيجبت طبعا اسم البلد وشجع مصر، فضلا عن هاشتاغ الجمهور السعودي يساند مصر والذي وصل إلى قائمة الأكثر تداولا عالميا. ومن خلال هذه الهاشتاغات أكد كثير من العرب أن فرحة كأس العالم لن تكتمل إلا بتأهل المنتخب المصري ليكون ثاني المنتخبات المتأهلة بعد السعودية، وأن الطموح بأن يكون مونديال روسيا مونديالا عربيا بتأهل تونس التي تنتظر نقطة واحدة والمغرب الذي يتصدر المجموعة الثالثة، فضلا عن سوريا التي سيلتقي منتخبها أستراليا في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في حظوظ متساوية. أمنيات الناس على مواقع التواصل أن تتأهل مصر الليلة وفقا لتغريدات وتدوينات كتبوها على حساباتهم في مواقع التواصل. أما توقعات المباراة فنتعرف عليها من خلال تصويت حلقة اليوم الذي نشرنا على حساب البرنامج، وكان يقول: ماذا تتوقع بشأن حظوظ مصر في الوصول لنهائيات كأس العالم؟ والخيارات كانت كالتالي: مصر ستتأهل الليلة، الخيار الثاني التأهل مؤجل، وأخيرا الخيار الثالث لن تتأهل نهائيا. وندعوكم للمشاركة في التصويت عبر حساب البرنامج في تويتر الظاهر الآن على الشاشة. لطالما كان اللاعب السابق مجدي عبد الغني الأيقونة الأبرز عند المصريين لمشاركتهم في كأس العالم عام 90، حيث سجل الهدف الوحيد في هولندا عن طريق ركلة جزاء، واستغل عبد الغني هذا الهدف للتفاخر طوال 27 عاما حتى أصبح الأمر محط طرفة عنده وأيضا عند الجمهور المصري الذي يصف مجدي ساخرا بالشخص الذي ذل المصريين بهدفه الوحيد. احنا هنقف جنبهم وان شاء الله ابطال ورجاله وكلهم بيحبوا مصر، كلهم عايزين ده الجيل اللي هيعمل تاريخ، ده الجيل اللي هيقعد مجدي عبد الغني بكره في البيت، بكره مفيش مجدي عبد الغني، بكره مجدي عبد الغني هتنتهي اسطورته للابد، ونقول له متشكرين يا ابو الكباتن، خلاص في حد تاني، في حاجه تانيه، في جيل اخر، خلوا جيل تاني يطلع، خلوا ناس تانيه تطلع. لو خدنا كاس العالم هتعمل ايه؟
هنروح كاس العالم هبقى انا رئيس البعثه ومحدش هيجيب جوان ان شاء الله. طب لو جابوا جون؟ لو جابوا جون هبقى انا اول واحد جبت جون. برضه طب لو جابوا الله ما هيبقى هو انا مين اللي جاب اول واحد؟ ملوش حل، ملوش حل، مش هتعرفوا تخلصوا منه. بس انت فاكرين هتخلصوا مني؟ 27 عاما مدة غياب المنتخب المصري عن المونديال، حيث كانت آخر مشاركة لمصر في كأس العالم في مونديال إيطاليا عام 1990 بقيادة المدرب الراحل محمود الجهري. لاعبو الجيل الحالي لم يكن كثير منهم مولودين بعد، فيما كان أكبرهم في 17 من عمره. دي بلدي اللي انا اتمنيتها، كبرت وعرفت قيمتها، دي ملهاش بديل، انا نهار وليل في سيرتها حكايتها، وعيت على الحياة دي لقيتها، بلدي اللي فاتحة لي بيتها، انا بغير عليها وهعلي فيها نويتها ونويتها. وللحديث عن المباراة الحاسمة اليوم لمصر ينضم إلينا من الرياض أحد أبرز المصريين الناشطين في تويتر ومعلق شبكة قنوات MBC برو سبورت بلال علام. أهلا فيك معنا يا بلال، كم كان عمرك في سنة 90؟ مساء الخير يا سارة ومساء الخير على كل المشاهدين. أنا قد الشيف إكرامي، كان عندي 6 سنين ساعتها، وصراحة أنا واحد من الناس اللي مجدي عبد الغني زلوا لحد ما قال يا بس، يعني فربنا يكرم إن شاء الله. إن شاء الله. في تعليقات كثيرة على مجدي عبد الغني، بس واضح أنه هو لن يتنازل، بيقول أنا سأصبح صاحب أول هدف في كأس العالم. والله بص يا سارة، أنا أول ما جيت دخلت قعدت عندك في الاستوديو بتاعك في الرياض، قمت كاتب الورقة دي، حتى تعمدت أن أنا أحط عند الصورة بتاعت الهدف اللي سجله أقول كفاية اهي، يعني شايفة هتلاقي كفاية كده تحت حطيتها، وقلت انا الاوان ان احنا لازم ننسى الهدف اللي سجله كابتن مجدي عبد الغني. لكن هو الخوف، يعني ان شاء الله مصر تصعد النهاردة ونحسم الجدل دون، الخوف ان احنا لو صعدنا لروسيا محدش يسجل، يفضل كابتن مجدي عبد الغني مسكنا من زمارة رقبتنا يعني. يعني دي قصة تانية خالص يعني. لا يعني اكيد ما راح يكون له حل ابدا فيها. طيب بلال، توقعاتك بما انك انت يعني جالس بتكتب كثير على مواقع التواصل وبتحمس وفي كثير هاشتاجات خلتني ادمع يا بلال، خرب الميك اب، طيب ايش توقعاتك اليوم؟ والله بص يا ساره، اكلمك بصراحه، يعني المباراه دي يعني يا تمشي ببركه دعاء المصريين الغلابه، يعني احنا صراحة محتاجين ان احنا نفرح، في التفاف شعبي حوالين منتخب مصر ما كانش موجود في السنوات اللي فاتت دي. انا على المستوى الشخصي اكلمك بصراحة، انا متفائل ان احنا ان شاء الله ممكن نكسب، وان كان الافراط في التفاؤل، يعني امبارح شفنا ممثلين وشفنا مغنيين، شفنا لعيبة كرة قدامة، شفنا انفلونسرز كتير موجودين في معسكر المنتخب، يعني النهاردة الفجر مثلا نقلين لايف صلاة الفجر لعيبة منتخب مصر يعني. لكن انا اقول كثيرا على شخصية محمد صلاح، على شخصية احمد فتحي، على شخصية عصام الحضري، على شخصية احمد حجاز ان شاء الله، اللي بإذن الله تعالى بقى كفاية بقى، يعني لازم السعودية ومصر نبقى مع بعض في روسيا ونبقى في مجموعة واحدة وننتقم من الخمسة بتاعت المكسيك، مش هينفع لحد كده يعني برضو. طب بلال، انت شخصيا بتعرف يعني كثير من لعيبة المنتخب المصري، واعرف ان محمد صلاح يعني ايضا صديق مقرب لك، هل كلمتهم؟ هل عندك اي كده معلومات عن نفسيتهم؟ والله بص يا سارة، انا لازم اقول لك، لازم على الهواء ابيعك في واحده، يعني انا وانا نازل جاي لك طبعا كنت بكلم محمد صلاح، وانت عارفه يعني انت في مقام اختي الصغيره يا ساره يعني، فبكلمه بقول له ان شاء الله طالع على قناه العربيه مع ساره دندراوي، بيوصل لك سلام طبعا انت وعبد الرحمن. لا هو محمد ما شاء الله نفسيته مرتفعه، متفائل، يعني عنده أمل إن شاء الله بإذن الله تعالى أن منتخب مصر يوصل لكأس العالم، وصراحة يعني شخصية اللاعب في الملعب هي اللي بتفرق، وإن كان المنتخب المصري في المباراة دي لازم أنه هو يرمي كل المباريات اللي فاتت ورا ظهره، وينسوا أن مدرب منتخب مصر هيكتور كوبر
ذكرياته دايما في النهاية حزينة, وحزينة بشكل بايخ جدا. يعني 2 شامبيونز ليج مع فالنسيا, دوري إيطالي مع إنتر ميلان, نهائي كاس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر. لكن كل الناس بتقول يا رب يا سارة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله, وبالتوفيق إن شاء الله للمنتخب المصري. ونحن اليوم كلنا حنتابع المباراة, وبنشكرك جدا على وجودك معنا. كان معنا بلال علام المعلق في شبكة قنوات MBC Pro Sport. شكرا لك مشاهدينا. فاصل ونكمل من بعدها تفاعلكم. اليوم خلاص مدمعة أنا من الضحك في الحلقة هذه. رصدنا في أول الحلقة الاهتمام العربي على مواقع التواصل بالمباراة الحاسمة والمهمة للمنتخب المصري التي يطمح كثيرون بأن تكون مؤهلة له للوصول إلى مونديال روسيا. والآن إلى الإسكندرية, وتحديدا من استاد برج العرب, حيث ينضم إلينا مراسل العربية زميلنا أحمد بقاتو لرصد معنويات وحماس الجمهور. أهلا فيك معنا يا أحمد, احكي لي كيف الأوضاع عندك قدام الاستاد؟ نعم صار, يعني قبل قليل كان عدد المشجعين كبيرة للغاية التي كانت تقف بجانبي, الآن قلت بعض الشيء. الجميع يريد دخول الاستاد, هذا الاستاد اليوم سيستوعب 60,000 من المشجعين المصريين, هم من سمحت لهم قوات الأمن بالدخول رغم أنه يستوعب أكثر من ذلك. ما هذه التذكرة, يعني الآلاف بل ربما مئات الآلاف يتنافسون الحصول عليها. معي أحد الأشخاص الذي يعني حصلوا بصعوبة بالغة على تذكرة في الدرجة الأولى يحدثنا. دعينا نتحدث مع الأشخاص الموجودين. يعني قول لي إزاي حصلت على هذه التذكرة؟ أنا رحت النادي, نادي السيد في الدقي, اشتريت التذكرة ب 300 جنيه. جيت من إمتى بقى؟ من هنا؟ أنا هنا من الساعة 8 الصبح. يعني صار أناس يعني جاءوا من حوالي 10 ساعات أو 7 ساعات منذ ساعات الصباح الأولى وهم يتوافدون على هنا. كان بالطبع يعني أعداد الجماهير كبيرة للغاية. معي أيضا أحد الأشخاص الذين جاءوا من محافظة الشرقية. يعني انت جيت من امتى, او جيت من محافظه انت وجماهير؟ من الساعه 10 الصبح واحنا جايين من ابو كبير الشرقيه حضرتك عشان نشجع مصر, وان شاء الله هنكسب 4-0 ان شاء الله. محمد صلاح ان شاء الله 4-0. قول لي يا حاج, قول لي حاج, انت جاي النهارده؟ انا جاي النهارده ان شاء الله هنكسب, ان شاء الله هنكسب 4-0 ان شاء الله. تحيا مصر, تحيا مصر, تحيا مصر. يعني الجميع هنا متفائل بان محمد صلاح ربما سيحصل على يعني او يقوم باحراز اكثر من هدف. معي ايضا سيده يعني تريد ان تتحدث. يعني احكي, جيتي النهارده ببنتك الصغيره؟ والله انا جايه ببنتي واختي وجوزي وابني, كلنا جايين نشارك النهارده ان شاء الله, والنهارده يكسبوا ان شاء الله كلنا, ونحتفل احتفال جميل ان شاء الله ونفرح. قولي لي, تتمني النهارده ان شاء الله فوز منتخب مصر؟ ان شاء الله طبعا, اكيد ان شاء الله نكسب ونجيب كمان جولين ثلاثه كمان فيهم. لقيتي صعوبه وانت داخله, او كان في صعوبات قابلتك؟ لا الحمد لله الدنيا منظمه وكويسه, ما فيش اي حاجه. انت جيت مع اسرتك كلها, يعني ما كنتش متخوف عشان الزحمه وكده؟ لا طبعا الامن عامل شغل كويس, وان شاء الله نسعد يعني, ويكل التعب ده على خير ان شاء الله. ان شاء الله. نعم, يعني سارة, يعني بعد حوالي ساعة أو ربما أكثر قليلا ستبدأ المباراة التي يعني تواجد الآن ربما حوالي 50,000 أو ربما أكثر بقليل داخل الاستاد. الآن الجميع يتمنى أن تفوز مصر وتصعد للمرة الثالثة, المرة الثالثة, المرة الأخيرة كانت قبل 27 عاما في كأس العالم 90. يتمنى المصريون أن نصعد هذه المرة, وتكون أو يكون تمثيل مصر أو مشاركتها أفضل من سابقتها بكثير. إن شاء الله, إن شاء الله. نحن بنشكرك يا أحمد, وإن شاء الله يعني أنت حتتابع المباراة من قلب الحدث, وحتكون معنا في مختلف النشرات. على العموم الفرحة حوالينك جميلة, وإن شاء الله تستمر. كان معنا مراسل العربية أحمد بقاتو, شكرا لك يا أحمد.